وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى البلاد قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد مشاركته بالدورة 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي. وكان الغانم قد ألقى كلمة أكد خلالها أن بقاء القضية الفلسطينية بلا حل وتأجيل استحقاقاتها سيكون لها عواقب وخيمة، وهو ما أكده سمو أمير البلاد أمام القمة الإسلامية في اسطنبول قبل شهرين. الموضوع الفلسطيني بالنسبة إلينا طارئ على الدوام ومستعجل وحاضر باستمرار، مهما تفجرت قضايا هنا وهناك وتبرعمت ملفات هنا وهناك وتشظت صراعات هنا وهناك، لا شيء يؤثر على مركزية القضية الفلسطينية لأنها أم القضايا ومفصليتها لأنها أقدم القضايا.